اللي بدي احكي لكم اياه هلا مختلف تماما عن اللي رح تسمعوه مني بالمسرح اذا كنتوا معي بالعرض المسرحي. انتوا هلا اكيد بالبيت او بالمكتب وعم بتشوفوني على شاشه. اذا كان معكم اطفال يا ريت يطلعوا برات الغرفه لانه على نمور الاطفال، واذا كان معكم موبايل يا ريت تطفوه وترتاحوا منه مده قصيره من الزمن. واذا كان كتر انتوا ما في مشكله، رح تتحركوا معي اذا بتضلوا عم تسمعوني كل العرض. بتمنى انكم تستمتعوا وتسمعوا قوانين اللعبه اللي رح العبها معكم. باي. في شغله صغيره، احنا لازم نبدا المسرحيه. شرف، ما بيصير شيء. يوم بيروح ويوم بيجي وما في شيء جديد. ايه ولا راح اوصل لمحل. معقول يصير شيء؟ معقول؟ يمكن هالولا شيء اللي عم بيصير لحتى يصير شيء بعدين؟ مين بيعرف؟ معقول يصير شيء؟ معقول؟ معقول غنوا ويانا. يا ناس غنوا ويانا. احلى فرحتنا ما عم بقدر بعملها، ما عم بقدر بعملها. بتعرف ليش؟ لانه عم خاف. ايه عم خاف، يلعب نفس الخوف. ايه عم خاف. لك انا مصدق انتو يخص الليل. بعد شوي بس ما
قلت لكم الصوت نفسه عم يطلع باسمي جنبي. قلت وشي هيك؟ عم يجي لكم واحد اهل مكرمش على حاله ومبين عليه التعب والجوع والعطش. يا حرام بردان العمى دقات في شوي لك احذره من طلع اطلعت انا من طول الليل عم بركض ورا حالي وعم ولك بدي اخلص منه لهالصوت فت العمى طلع صوته بالطبيعه لسه اقوى. اسمع 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 مريح ومستريح ولا على بالك هيك حاطط مخدي الخباطات ومخدي تحت رجليك بس يا زلمه في اشياء الواحد ما لازم يسحب مثلا تفرج على التلفزيون الواجب ولك انا عم بتخيل قديش كان اتخذ دافي لما تركته يوم الصبح والمره جنبك على اليمين وبريشا جنبك على الشمال وعم تعرف انت الطريقه كانت قويه طريقه كانت انت بتدفيها وهي بتدفيها والصوم يدفيك وفوق الدفا وعم تعرف انه مدروس دفيها على اختها زفيها على منها قلت 200 مره زين بعدين قلت لك يوم الصبح كان الجو برد شو لسه بسمار يا لطيف اذا في احلى من هناك واحد يكون معك بتخته كم كل وهذا متفرج على الشباك والبرد تدق عليك الشباك وانت ما تفتح يتقالك الشباك ما تفتح له يا لطيف والاحساس شو حلو امبارح سمعت الاصوات الغريبه اللي طلعت بالليل اصوات غريبه؟ انا ما قدرت احدد شو هي بالضبط بس شيء يعني هيك مثل شعير البار ما سمعت شيء كنت هيك يا رجل انا اول ما سمعتها حسيت انه القيامه وقامت القيامه؟ ايه ايه القيامه؟ شو رايك انت هذا؟ انا؟ طول بالك طول بالك ما بعرف يلا يلا تحرك خذ الحمار وقوم اتحرك يلا 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 والله يمكن لك صعبه فيه صعبه فيه؟ ايه صعبه انتوا عم تلعبوا؟ لا عم تسل لا 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 عم تدور وين؟ عم تقول لي صعبه فيه بقى؟ طبعا استمتع ما كنت حكيت هذا الحكي اوه مالك احمد اوه لك جاي طول بالك طول بالك طول بالك Oh!
الفيلا اللي بيعرفوه والشقة اللي بقبر امبارح ونجي ناموا خاصة بالكام يوم اللي مرقوا يعني خطتك شايف شايف الطقس شو ظريف دافي 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 لك حبيبي ولا حبيته ولا ما حبيته بس هو مات يا حبيبي مات يلا يا اخت مرمر كله متأمل طلع يا جماعة وين مات طلع يا حبيبي وين مات واتسترات فعلا سخوري واتسترات فعلا جزء من الله أنا انتهيت خلصت أنا ما الله يا الله يا الله يا الله هيك ثلاثة انتو كلكم ضدي أنا هنشوف شو مستعمل مات اسم حقارة استغفر الله العظيم اسم الإدارة الله يرحمه الله هذا اسمه في الشر الله يرحمه الله يرحمه الفاتحة اسم حقارة نداري وطور اكل خر بس الله يرحمه الله يرحمه خذ 25 ليرة خذ الجثة وخذ حالك من تحرك من يلا يلا اذا كان يتحرك والله يا حضرة الشرطي ما اكثر ماشي القصة كلها لك انا معانا كمان مجلد ما انا صايب يا صعب انه انا بيبس كل سوا بدك كان يتحرك تحرك تحرك لك انا اسمه من المحل وزي والله معلم بالارض بدك كان يتحرك عم يتصرف لك هو هو ما عاد يتحرك طب هلا يعني احنا شو بدنا نعمل يعني شو بدنا نساوي احسن شغله بنعملها هلا ندفنه ندفنه؟ عفوا هذا المشكل خلص ايه ندفنه وانا بدي ساعدني في مجال تضلوا محلكم وتنتقلوا معي على الموقع الثاني شرفكم